وبرضه تناولت في الكتاب جزء كبير عن المناسبات، عيد الأم وعيد الأضحى ورمضان وخلافه ورأس السنة وعيد الحب وعيد الميلاد. كل دي مناسبات احنا بنتلخم فيها، ايوه أتصرف إزاي، أعمل إيه، كلها أغلبها اجتماعية. ايوه وكمان تناولت العلاقات مع الأشخاص، مع أصحاب الهمم، مع كبار السن، إزاي نتعامل مع زمايل الشغل، إزاي نتعامل مع الأصدقاء، ومن غير ما أتعدى الحدود، يعني أحافظ على حدودي وفي نفس الوقت أنا ما بضغطش الشخصيات اللي قدامي، أو يبقى في مساحة عشم بزيادة فأنا فيها إن أنا أحرج حد أو أحرج نفسي. صحيح صحيح والعلاقة ما بين الزوج والزوجة، والعلاقة ما بين زملاء العمل، والعلاقة ما بين الجيران، وخلافه من العلاقات اللي احنا بنتعامل فيها بتلقائية، ولكن حقيقي هي بتبقى محتاجة شوية ذكاء اجتماعي ودبلوماسية في طبعا التعامل طبعا عشان تدوم العلاقة. طبعا بتكون محتاجة كمان حدود، محتاجة تكون ان انا ما اقتحمش الناس اللي قدامي او ما اقتحمش خصوصيات البني ادم اللي قدامي، ما اتصرفش بعشم قوي احيانا مع الناس اللي مش قريبين قوي، لانه برضو العشم الزيادة او الاقتحام الزيادة او تخطينا للحدود ده اعتقد ان هو ممكن يدي للناس عننا فكرة غلط وبيبوظ العلاقة. وبيبوظ العلاقة. طبعا طبعا.